فأحد التجارب التي ربما جدير أن نذكرها نحن نتحدث عن الذكاء هو تشريح دماغ أينشتاين. طبعاً تعرفوا يعني المجتمع الغربي مهووس عنده هوس إنه إيش يكتشف الأشياء. فعلم أينشتاين عبقريته عندما توفي قال لي خلينا نشرح دماغه يمكن نجد حاجة فيه تفيدنا. فأجروا عليه ثلاث تجارب يعني قطعوا قطع ورسلوهن. تجربة في 85 وتجربة في 96 وتجربة في 99 تصوروا قد الفترات وبعد يشتغلوا على دماغه. فإيش وجدوا أول مجموعة في 85 وجدوا أن يعني دماغ أينشتاين نسبة الخلايا الدبقية. طبعا الدبقية هي خلايا تولد الغلاف الأعصاب. لو ذكروا يا إخوان في درس عجاز العلمي في عجاز الجهاز العصبي لو تذكروه يعني شرحنا بعض الأعصاب فينا غلاف عشان سرعة التوصيل توصل النبضات وتوصل يعني يعني الموجات الكهربائية. فهذا الغلاف يعني يعزل العصب عن خارجه وبالتالي تصل المعلومة بشكل سريع. فبالتالي عيش تستنتجوا إنه نسبة الخلايا الدبقية أكبر من الخلايا العصبية في دماغ أينشتاين. فيش معنى ذلك إنه أينشتاين كان كثير يستخدم دماغه، بالتالي كان كثير الحركة ويعني تنوع المعلومة في أعصاب ماله، أعصاب دماغه والغلاف العصبية، بالتالي كان يحتاج أكثر إنه إيش يعني يحافظ عليها إنها ما تطلع من ذلك الأعصاب ذلك الألياف، فكان نسبة يعني خد دبقية أكثر. المجموعة الثانية في عام 1996 إيش وجدوا؟ وجدوا أن دماغ أينشتاين أخف وزنه أخف وسماكة القشرة ماله كانت أرق. فالوزن والسماكة تقريبا إنها خفيفة. هذا كما قلنا إيش بسبب ماذا؟ بسبب إنه كان دائما في حركة، بالتالي في يعني ما كان في ترسبات مثلا أو ما كان يعني ركود، لا كان بالتالي يعني في حركة أو في نشاط، بالتالي كان يعني خفيف. المجموعة الثالثة في 99 إيش وجدوا؟ وجدوا أن كذلك التجاعيد والأخاديد يعني أيضا ذكروا في دروس في درس يعني دماغ الإنسان ليش مسطح، ولكن في إيش في تجاعيد وفي أخاديد ما يقول ماذا زيادة مساحة عشان يكون إيش أكثر يعقل. فوجدوها أن تلك التجاعيد والأخاديد في دماغ أينشتاين أيضا تعتبر يعني غريبة شوية أو غير مألوفة ومختلفة عن باقي البشر. فيعني هذا استنتجوا إن الإنسان بالتالي لو يشتغل على ذلك تجد إنه إيش جسمه الله تعالى إيش يساعده ويهيئه. يعني الله تعالى ما يخليك يعني مثلاً أنت يعني تذكر الله تعالى هو يعني هو ذكرك وإذا أيضا حاولت أن تقرب منه إذا هو يحاول إنه يقرب منك. فبالتالي يهيئ جسمك ويهيئ يعني أعضائك لكي تحقق ذلك الشيء.